الله الرحمن الرحيم، روينا حديثا في الصحيحين: سبعة يظلهم المولى بخير ظلال، يظلهم الله العظيم بظله يوم لا ظل سوى ظله، ظل فهاك مقالي إمام له عدل، ومن في عبادة الله نشاء بالتقى لله لا بضلال، ومن قلبه يهوى المساجد دائما تعلقه فيها بغير زوال، وشخصان في الله الكريم تحابا بحال فراق منهما ووصالي، وإني أخاف الله من قال عندما دعت ذات منصب عال وجمالي، ومصدق أخفى التصدق لم يكن بما أنفقت يمناه علم شمالي، ومن ذكر الرب المهيمن خاليا ففاضت به عيناه خوف نكالي، فأكرم بهم من سبعة طيب الثناء، وأكرم بها في القوم سبع خصال. سبع خصال لمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتتحها بإمام عادل. إمام عادل لماذا بدأ به؟ لأن نفعه يعم الكثير من خلق الله سبحانه وتعالى، يعم الصغير والكبير. فإذا عدل الإمام صلح حال الرعية. العدل سيد صفات الحكام، وقد قيل للحكيم: ما هو خير للحاكم، العدل أم الشجاعة؟ فقال: إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة. إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة، أي أنه لن يجد بعد ذلك ما يحتاج إلى استخدام الشجاعة معه. الإمام العادل أهم صفاته هو الذي يضع الأشياء في الموضع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط. لنا في كل حلقة نموذج نستعرضه ممن برزت فيه صفة من صفات من الصفات الموجبة للاستظلال بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نبدأ ونفتتح في صفة الإمام العادل بإمام عادل فاضل كامل واصل، اسمه ونسبه ينبيك عن علو مقامه وكماله، هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب، أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. له من الفضل والشرف ما لا مزيد عليه، ما لا غاية فوقه. يكفيك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن بن علي معه أو يرفع يده مع يده ثم يقول: اللهم إني أحبه وأحب من يحبه، اللهم فأحب من يحبه. هذا الإمام العظيم العادل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في منبره بين أصحابه: إن ابني هذا سيدا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. تربى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية تصل إلى العدل، تصل إلى الإحسان. يا حسن، ماذا تذكر من جدك صلى الله عليه وسلم؟ فذكرنا بثلاثة أمور. قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني خرجت معه ذات يوم فمررت بجراب فيه تمر، فأخذت تمرة من الأرض فوضعتها في فمي، فأخذها صلى الله عليه وسلم من فمي بلعابها فردها، فقيل له: يا رسول الله، لما لم تترك الصبي يأكل التمرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تكون من الصدقة، إني خشيت أن تكون من الصدقة، وإن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. تربى من صغره على النزاهة، على الورع، على الاحتياط. ثم أخبرنا ثانيا الحسن بن علي قال: وسمعته يقول لي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تجنب الشبهات، رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وعلمني صلى الله عليه وسلم كلمات أدعو بهن: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء الوارد. هذا الإمام العظيم لا تكفيه حلقة ولا حلقتان، لكن نحن أخذناه من زاوية أنه إمام عادل،
وكله عدل وكله إحسان وكله فضل رضي الله عنه وأرضاه. يكفينا في معرفة عدله ووضعه الأشياء في موضعها أنه عليه رضوان الله تعالى عندما نوزع على السلطة وعلى الحكم وعلى الخلافة لم يتنازع ولم يتصارع عليها، بل تركها حقنا لدماء المسلمين، فوضع السلم في موضعه كما توضع الشدة في موضعها رضي الله عنه وأرضاه. تصالح مع معاوية بن أبي سفيان على أن يسلمه الخلافة حقنا لدماء المسلمين، فلم يفهم هذا المقام العالي من العدل. كثيرا ممن كان معه ولم يفقه وضعه الأشياء في موضعها، حتى كان بعضهم يقول له: يا مذل المؤمنين، يا مسود وجوه المؤمنين، فكان يقول: لا، بل أنا معز المؤمنين، إني تركت ذلك حقنا لدماء المسلمين. حتى خطب يوم خطب وقام على المنبر وقال: إن الله قد هداكم بأولنا، يعني جده صلى الله عليه وسلم، وحقنا دماءكم بآخرنا، يعني نفسه عليه رضوان الله وأرضاه. ما هو أعلى في العدل وأعظم من أن تحقن المسلمين من فتنة لا تبقي ولا تذر، من أن تحرس واقع الأمة من مشكلة لا تنتهي ولا تنقضي من قضاء الأزمان والدهور، وتبقى عواقبها وآثارها فيما بعد. فرضي الله عنه من إمام عادل ورجل فاضل، الحسن بن علي، قدوة لكل من أراد أن يقيم العدل من إمام في رعيته، أو أب في أولاده، أو زوج مع زوجاته، أو مدير مع من يعمل معه، هو قدوة لهم، فعليه سلام الله ورحمته وبركاته. وأعظم به من مثال افتتحنا به في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل رضي الله عنه وجمعنا به في دار الكرامة وتحت ظل الرحمن وظل عرشه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.